41,178 طالب لأداء الفريضة عن محافظة القاهرة. الحصة المقررة لمحافظة القاهرة هذا العام 3,561 حاج بإذن الله، بعدد زائد عن العام الماضي أكثر من 700 حاج. كتبها الله جميعا لكم بإذن الله. توجه في هذه المناسبة بالتحية أجهزة وزارة الداخلية، قطاع الشؤون الإدارية وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الوزارة، الذي بذلت الجهد الكبير لتنظيم إجراءات اختيار القرعة في أجواء من الشفافية، فضلا عن ما تقدمه الوزارة من خدمات أثناء الرحلة وما يتحملونه من مسؤولية في سبيل راحة الرجال. وانطلاقا أيضا من مسؤولية وزارة الداخلية للتيسير على الحجاج أثناء المناسك، قامت الوزارة باختيار أعداد من الضباط ممن سبق لهم العمل في هذا المجال في الأعوام السابقة ولهم خبرة في هذا المجال، وقد تم إفادة مأموريات إلى الأراضي المقدسة لإجراءات التعاقد على أفضل الأماكن والمواصلات الحديثة مع توفير أعداد من الضباط لمرافقة الحجاج في جميع التحركات والأماكن. تهنئة خالصة لكم جميعا لمن يكتب له أداء فريضة الحج هذا العام